السلام عليكم. السعودية تعلق لأول مرة على اغتيال العالم الإيراني النووي وتطالب بعدم التصعيد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. علق المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي على حادث اغتيال العالم النووي الإيراني أبراز محسن فخريزادة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت بيان إدانة لاغتيال العالم النووي الإيراني باستثناء السعودية. وقال المعلمي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق، وتعتبر أن خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها. وأضاف: لكن في الوقت ذاته نطالب بعدم التصعيد، لأن التصعيد أو ردود الفعل الفعلية أو العاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية. وتابع: كما أننا نطالب إيران أن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، حتى لا يتعرض أبناؤها وعلماؤها للخطر، سواء عن طريق مثل هذه الأحداث أو أحداث أخرى. وشدد المعلم على ضرورة أن تثبت حسن نيتها وسلامة مقاصد برنامجها النووي، وأن تخضع لإرادة دولية في هذا الشأن. وفي وقت سابق قالت إيران إن اغتيال العالم النووي الإيراني كان نتيجة مؤامرة ثلاثية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والسعودية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في منشور على حسابه في إنستغرام إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة واللقاء الثلاثي في السعودية، يقصد اللقاء المزعوم بين بنيامين نتنياهو ومحمد ابن سلمان وبومبيو، وبيانات نتنياهو، كلها أدلة على المؤامرة التي تجسدت للأسف يوم الجمعة في الإجراء الإرهابي الجبان الذي أدى إلى شهادة أحد مسؤولي إيران البارزين. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.